اليوم في عنا حاجة نخبة من النخب اللي موجودة على هواتف شاومي وريدمي وبوكو، لأول مرة هتشوفها وهتعجبك، مش لأول مرة وبس. كونوا معنا الآن، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد، وخلينا نروح نشوف المفيد. ورجعنا لكم من جديد. صلوا على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم إيهاب الصرافند من قناة إيهاب تي في. كيف الحال؟ إن شاء الله الأخبار تمام، كله تمام، لوز اللوز لوز اللوز. في عنا اليوم بعض الثيمات حبيت أشارككم إياها لأنها عجبتني. لما الحاجة تعجبني لازم أن تشوفوها، لو ما عجبتنيش مش هتشوفوها. أول حاجة في عنا هذا الثيم اللي أمامكم، أنا شاشة القفل، شايفين شاشة القفل بمحلاها؟ الأنيميشن بيعطيك حاجة هيك بتهدي الأعصاب. يعني لو جينا فتحنا هنا اللي هو هذه الشاشة الرئيسية، ومركز التحكم كما كان سابقا، ما فيش أي تغيير، ولكن التغيير في بعض الأيقونات والتغيير في شاشة القفل والساعة والأمور اللي انت شايفها. لو جينا هنا مثلا على الإعدادات هتلاقي الأمور، يعني الشاشة لونها مش أبيض، لون اللي هو أوف وايت زي ما بقول اوف وايت، لما دهنا الدرجه الاوف وايت. شايفين اللون هذا الابيض، وهي اللون اللي هو البيج، ايش بيسموه يسموه هذا الثيم. شوف اسمه على السريع، خلينا نشوف اسمه. بالنسبه ل شايفين الساعه انتم كيف محلاها، بالنسبه للشغله بدي اورجيك اياها، خلينا نسكر نفتحها. هذه اللي بده حابب يحط صورته هيك، اسهل منها ما في. بتعمل زي هيك وبتيجي على الاضافات، وبتيجي هنا في حاجه بتخص المعرض نفسه. هي شايف المعرض، بتاخذ واحدة من هدول الصغار، بدك تحط صور كبيرة أكثر من صورة، ممكن تحط مثلا هذه الصورة تمسكها زي هيك وتنقلها في مكان فاضي، وبعدين بتعمل زي هيك وبتدخل على الاستوديو وبتختار من المعرض اللي بدك إياه. وهذا بالنسبة، ولو بدك تحذفها بتعمل حذف تمام. واسم هذا الثيم تتريس فروزن مجمد. المهم هذا اسم هذا الثيم، وبتعينه للخمس أيقونات. اتأكد انه عندك في أيقونة جديدة اسمها شريط الحالة. شريط الحالة هذه لازم تكون عندك، لأنه احنا حدثنا تطبيق الثيمات إلى شريط الحالة الجديد اللي بيكون فيه، وحط لكم الرابط تبع تحديث أيضا تطبيق الثيمة. رقم اثنين الشكل اللي انتم شايفينه، شايفين كيف الأيقونات، شايف الخلفية. الخلفية بتعطيك خلفية اللي هو محا خطوط رأسية. الخطوط هذه عاملة، يعني اللون هذا مش أسود أسود قاتم، لا، السواد جاي على هيك على سكني. وملاحظين إنه الأيقونات كيف لونها وكيف شكلها، شكل الأيقونات اختلف مع اللون، شكله غريب. يعني لو أنت جيت لأيقونة جوجل بلاي ترى كيف شكلها، هاي اليوتيوب وهي نتفليكس وهي الفيسبوك، والدنيا واقعة على الآخر. مركز التحكم، ها هو مركز التحكم، وبنعمل زي هيك نشوف شاشة القفل وشاشة خرافية الصحيح مخططة. شايف كيف؟ دائما التغيير حلو، أي حاجة جديدة بتكون حلوة وزاكية. حتى بتلاقي الواحد أحيانا بقول لك بدي أتجوز على مرتي، بعدين بيتجوز، بعدين بقول يا ريتني ما تجوزت، لأنه هي حاجة جديدة كانت كويسة، بعدين خلص يعطيه العافية. تمام التمام، لوز يا معلم. والساعة والحاجات الزاكية، وممكن نلاقي هيك حاجة صغيرة أنيميشن ولا حاجة في الشحن. نجرب. وهي عندنا انيميشن الشحن، شايفينه تحت كيف؟ هيو شايف كيف بلف؟ عامل نص دائرة. شايفين تطبيق الثيمات كيف شكله؟ عامل نجمة. وهي اسم هذا الثيم، مدينة اي تي اي. اللي بعده ايقونات اتغيرت، الوان مزهزهة، الوان فريحية زي ما بقول، الوان حلوة هيك بتفرح، والايقونات شكلها كبر، و كمان الحجم كبر مع الشكل، بدل ما هو دائري اصبح شيء ثاني، اعتبره ايش ما تعتبره. وهي عندنا هذه الايقونات الصحيح، هذا اعطانا شكل رهيب. وبعدين شاشه القفل زي ما انت شايف، مركز التحكم هيو زي ما هو، وبتختار من شاشه القفل ما تختار. شايف كيف شكل الايقونات فوق الواي فاي والبطاريه وعلامه الشبكه، وزي ما انت شايف حاجه جديده مع الساعه. واسم هذا الثيم هولي، مسافة بتحط بعدين بتحط. اللي بعده الشكل اللي هو هذا، بيعطينا بقول لك شكل اندرويد 13، والساعة والامور جديدة مع مركز التحكم كما هو. الايقونات عاد تغيرت، الايقونات صارت دائرية، ولكن دائري دمه خفيف، الوان حلوة، الوان رايقة، الوان مش فاقعة، الوان رايقة ودائرية، ووضع تمام التمام.
وخلينا نيجي نشوف اسم هذا الثيم. واسم هذا الثيم يو شرطة شرطة هذا في المنتصف ثيم. واللي بعده يا معلم اللي بعده هيو شايفين كيف الايقونات هيك واحد يطالع واحد نازل كل واحد يعني اشكالهم تختلف اشكالهم تختلف بالنسبة للايقونات ومركز التحكم اتغير ايو مش كانش زي هيك اتغير الاعدادات حول الهاتف الامور هنا زي ما هي ولو اجينا هنا هي كل الانيميشن شغال مركز التحكم شفناها وشاشة القفل زي ما انتو شايفين وبتكتب لك هاي هاي وهي الموسيقى وهنا الكاميرا ووضع تمام نعمل زي هيك بنعمل زي هيك في عنا حاجة جديدة شو هذا اسمه هذا اسمه مركز تحكم بتحكم في كل حاجة بدي اياها انستغرام واتساب وادخل اضغط وادخل حج روح وين ما بدك وفي عنا هنا ممكن تدخل على الاعدادات وتجيب كل حاجة بدك اياها شايفين هذا الاموجي كيف الاموجي هذا ايش بقول لك هذا يعني ايش معناته مطلع لسانه وهي الكشاف ضوى هي الكشاف طفى من نفس المكان بدل ما تدخل على داخل الجهاز هذا ثيم ديتو فيرجن او في 13 ونيجي للحاجة الجديدة يا باشا واخر اشي طلع كيف هذه انا الان في شاشة القفل انا الان في شاشة القفل هذا الكشاف هي شغال والامور اللي انت شايفها والمايك وهي انا الاعدادات وادخل يا حاج على الاعدادات خششك هيو على داخل الجهاز وعنا في الشاشة الرئيسية الايقونات شايفين ما احلى الايقونات صحيح حاجة انا شايف انه كل الثيمات اللي في الحلقة وفي الفيديو رائعات شايف المنطقة هذه اللي تحت كمان منفصلة عن اللي فوق اذا حابب تسجل صوت مباشرة بتدخل من هنا بتسجل صوت من غير ما تدخل على اي مكان هذا مركز تحكم ايضا جديد لو عملنا زي هيك تجيك هنا مروحة شايف المروحة هذه بتعمل زي هيك بتروح المروحة بتيجي المروحة هنا حطينا الشاحن شايف اللي هو البتري هي 26% وهي بتشحن وهي الانيميشن تبع الشحن لو عملنا زي هيك هيكون في عندنا تنقل تاني اللي هو في مركز التحكم اشي تاني طلع وهي عندنا الساعة وهي عندنا اللي هو التقويم وباقي الامور انا بقول لك بده يترجم باللغة الاسبانية كاتب من هذا المكان بتدخل مباشرة على الملاحظات دغري وهي جوجل سيرش هذا الثيم الاخير كلر 3 دي ماكس طبعا ممكن تلاقي فيه شغلات اخرى في داخل هذا الثيم يعني ممكن انت تكتشف لك حاجة جديدة في الثيم لانه فيه بتلاقي خفايا وخبايا في الداخل هذا ما كان لدينا في خلال هذا الفيديو ان شاء الله يكون الثيمات اعجبوكم والحاجات اللوز يا معلم نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام